السلام عليكم. بون الحمد لله احنا حققنا الفوز في المباراه الاولى، واللي كان المباراه الاولى تكون دائما تكون مهمه. الحمد لله تجاوزنا هذيك المباراه، عندنا مباراه اخرى نهائي واحده اخرى امام اثيوبيا. ان شاء الله رانا نحضروا له كما ينبغي، ان شاء الله باش نكونوا واجدين في هذا الماتش ونحضروا ونحققوا 3 نقاط اخرى ان شاء الله.